أهلا بكم مجددا، معكم نورس علي، وفي هذا الفيديو سنتحدث حول هذا السؤال في موضوعات SQL عامة. هذا السؤال عن معنى هذا الأمر، وبالتأكيد معنى هذا الأمر هو إدخال قميص جديد أو إضافة قميص جديد لجدول القمصان. فعبارة insert into بSQL تعني إدخال جديد. فاليوم سنتحدث عن هذا الأمر وكيفية تطبيقه بشكل سهل جدا. فإذا بداية، الأمر الأساسي لدينا هو insert، هذا هو الأمر الأساسي insert into، ثم تحدد هنا الجدول الذي تريد الإدخال إليه. فبحالتنا اسم الجدول هو shirts، جيد، وثم تحدد الأعمدة التي تريد فعليا أن تدخل إليها. فمثلا نحن نريد أن ندخل name و color، جيد، وبعد ذلك تدخل القيم التي تريد إدخالها في هذا، فتكتب كلمة values وهنا تدخل قيمة name الذي مثلا shirt 1 وثم comma وتدخل قيمة color التي لدينا هي red، جيد، وانتهينا. فإذن هذا هو الأمر الخاص بالإنسيرت. قمت بإنشاء هذا الجدول الشيرت، طبعا هذا الكود سيكون بصندوق الوصف، قمت بالنقر على run، والآن لا يوجد شيء لإضافته لأن بكل بساطة نحن لم نقم بإنسيرت into هذا الجدول أي شيء. فعلينا أن نقوم بإدخال إنسيرت، فسنكتب هنا إنسيرت into الجدول اسمه شيرت، والأعمدة التي نريد أن ندخل فيها ID، نريد إدخال ID، name و color، وبالنسبة سندخل values. فإذن الID الأول سيكون 1 مثلا، الشيرت سنكتب هنا شيرت 1، وبالنسبة للcolor سنكتب red، هكذا. ولا ننسى أن نغلق كل quotation نفتحها و run. فإذن لاحظوا ظهر لي أن هنا الشيرت التي ادخلتها name shirt 1 color red، لم ادخل الفاكتوري، لم ادخل anything، فكانت قيمتها null. فاذا اليوم تعلمنا عن insert into statement في SQL، فاتمنى ان هذا الفيديو كان مفيد، وتابعوني بفيديوهات جديدة وايضا باسئلة جديدة. ففي منشورات القناة ستجدون كثير من مثل هذه الأسئلة، ستتعلمون من خلالها وأيضا من خلال الفيديوهات المرافقة لهذه الأسئلة. فإذا شكرا لكم ونلتقي لاحقا، مع السلامة.